السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنديرو فيديو جديد ديال البطبوط ساهل، وكنتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، وكنقول لكم غنتقلوا للمقادير إن شاء الله. وغنبداو على بركة الله، غناخدو زلافة ديال الدقيق الأبيض ونص زلافة ديال السميدة ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ومعلقة صغيرة ديال السكر والملحة حسب الذوق، وغناخدو تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة والماء حسب الخليطة البناز. هانتوما غتشوفوا القوام كيفاش خصو يكون البناز، ما يكونش قاصح وما يكونش رطب. هانتوما غتشوفوني كيفاش غادي نوريه لكم. وغنديروا جميع المكونات ومن بعد غادي نبداو نعجنوا. وهنا بدينا البنات كنعجنوا في العجينه ديالنا وكنخويو في الماء. البنات على الفكره الماء خصو يكون دافي، وغادي نبداو نعجنوا وكنخويو، وهانتوما غتشوفوا القوام كيفاش خصو يكون. وهذا هو القوام ديالنا، ومن بعد كناخذ واحد شويه الزيت ومن بعد غادي نبداو نخدموها. ها نتوما البنات غتشوفوني كيفاش غنبدا نخدم فيها ان شاء الله. خدينا زلافه فيها الزيت والسميده والزبده، وغادي نبداو نخدمو ان شاء الله في البطبوط ديالنا. وهنا خدينا العجينة ديالنا وغادي نبداو نحربلو فيها، وقسمناها على قطع، وان شاء الله هانتوما غتشوفو الطريقة كيفاش غنبدا نخدم. وهنا بغيت نقول لكم غير العجينة ديالنا كتكون تقريبا بحال ديال المسمنة، هانتوما كتشوفوها كطوع لي في يديا، كنخدم بها كما بغيت. هانتوما البنات هنايا خديتو العجينة ودرتها على طريقة الحرابل هكا طويلة، وغادي نبدا نخدم فيها. غنبدا نقرص بالزيت وغادي هانتوما غتشوفو الطريقة. وهانتوما شوفوا كيفاش كنقرص، يعني تقرص عادي كنشدو كنبقاو على الطول ديالنا. كنديروا الزيت من التحت وهذا الزبده كنديروها الفوق، وكنديروا السميده حتى هي، ومن بعد كندوروها. هانتوما البنات شفتوا كيفاش بحال الملوي كيجي، بحال تقريبا بحال الملوي، غير هذا زيد فيه الخميره باش تشوفوا البنات. كندير الزيت من التحت باش ما تلصقش ليا وتساعدني في التقراص، ومن بعد كندير الزبده وكندير السميده من الفوق. عادي البنات بحال تقريبا بحال المسمن كتجي، غير هو هذا كيكون هذا بطبوط. هانتوما
هانتوما شفتوني كيفاش كنخدم هاد البطبوط ديالنا، كيجي في الحقيقه زوين. وكنقول لكم ان هاد البطبوط ممكن انكم ديروه في رمضان، ويعني اكثريه الناس كيديروا البطبوط في السحور، وكيجي خفيف. وكنقول لكم هانتوما البنات شوفوا هنايا كيفاش غادي هانتوما شتي كتجي ملويه، ومن بعد غادي نحطهم. غادي ندير نحاول انني نخدم جميع البطبوطات اللي غادي نسميتو، غنخليهم يخمر واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا شي 30 دقيقه. والعجينه ديال رشتي شفتوا البنات العجينه كيفاش كتكون يعني مطوعان في الخدمه ديالها، لانني ملي كندير هذا حرابل كنخليها واحد المده ديال 5 دقائق ما كنزربش عليها في الخدمه، كنحاول انني نخليها واخا هي راه السميتو ديالها كتكون زوينه، العجينه ديالها كتكون ديجا مديره مطوعاني في الخدمه، ولكن انا كنحاول انني نخليهم واحد 5 دقائق ومن بعدهاش كنبدا نخدم فيهم. وهانتوما شفتوني كيفاش كنشتي كنزرب فيهم، يعني كيجيني ساهله في الخدمه ديالها. ومن بعد غادي غنسالي غنخليهم يخمروا، ومن بعد غادي نرجع لكم. هنايا صافي ساليتهم وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. انا البنات ما تنقرصهمش، كنخليهم يخمروا بحال هكا، ومن بعد غير حاولوا انكم ملي تحطوا الوحده ما تحطوهاش متكيه على الاخرى، حاولوا انكم تفرقوهم. ومن بعد غادي نخليهم يخمروا، كنخليهم هكا يخمروا وهناش كنبدا نقرص ونطيب، ما كنقرصهمش. وما كان هانتوما البنات غتشوفوا كيفاش هانتوما انا غطيتهم دابا وغنخليهم يخمروا واحد المده ديال كما قلنا واحد 30 دقيقه. انتم شفتوني هما خمروا، صافي غنقرص وغنبدا نطيب. شفتوا كيفاش دايرين، كيجيو منفوخين وزوينين هانتوما. ومن بعد هنايا صافي غنبدا غنحاول انني نقرص بالدقيق الابيض، وغندير حتى شويه الزيت. هانتوما راه شفتوني خديت الدقيق الابيض درته من التحت ومن الفوق شويه، صافي وغادي نبدا نطيب. هنا بديت كنطيب في البطبوط ديالنا، وغادي ناخذو كنبقى نطيب بوحده بوحده، وتا كتقرب طيب ليا الاخر وهاش كنبدا نقرص. هانتوما شفتو كيفاش كيجي، هانتوما البنات هنا كيفاش كيجي، انا حليتو ليكم كيجي زوين البنات. وهذا هو البطبوط ديالنا، كيجي ناجح 100%. وكنتمنى ان هذه الوصفه تطبقوها. وهنا البنات راني كنسقي فيه، لان انا كيعجبني بالزبده والعسل ومع كاس ديال اتاي،
واللي بغى يديروا حتى في رمضان كيجي زوين وخفيف. وكنقول لكم البنات انكم تابوناو وديروا جيم وتكتبوا كومونتير زوين في لاشين ديالي ملكة غزال. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. باي البنات. Thank you.